أعزائي طلبة طلبات الثانوية العامة دارسي مادة الرياضيات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مدرسة على الهواء. مستمرين إن شاء الله في الرياضة التطبيقية فرع الديناميكا. هنستكمل إن شاء الله تطبيقات قوانين نيوتن للحركة، لكن في البداية أحب أن أرحب بأستاذنا الفاضل. اهلا يا استاذ أهلا مصر، أستاذ اهلا شعبان وسهلا عبد الرازق اهلا عمر، أهلا اهلا يا وسهلا. فندم. هنستكمل بقية التطبيقات إن شاء الله. احنا الحلقة اتفضل. اللي فاتت كنا خدنا الحركة على مستوى مائل، كويس. وانا قلت الحركة على مستوى مائل دائما ابنائنا الطلبة، فأي تطبيق هناخده هقول الملاحظات اللي فيه اللي يحل لك جميع المسائل في أي تطبيق. فاحنا خدنا الحركة على مستوى مائل، قلنا في حركة على مستوى مائل أملس، وحركة على مستوى مائل خشن، مستوى غير أملس، يعني ما في مقاومات، في ميم، ميم دي تعبر عن مقاومة الهواء والاحتكاك وكله. فاضل بقى، فاضل حالة ثالثة اللي هو الحركة على مستوى خشن. مستوى خشن. اتفضل. احنا معروف الحركة على مستوى خشن إذا كان الجسم متزن وحاولنا تحريكه بقوة، ففي حاجتين، في قوة احتكاك سكوني وقوة احتكاك حركي. أدام الجسم هيتحرك دائما قوة الاحتكاك السكوني أكبر من قوة الاحتكاك الحركي طالما متزن دائما. أنا قلت الكلام ده حتى في نهاية الحلقة اللي فاتت، فبنعيده تاني. إذا كان الجسم متزن على مستوى خشن تحت تأثير قوة تعمل على تحريكه، فإن قوة الاحتكاك السكوني أكبر من قوة الاحتكاك الحركي، وبالتالي معامل الاحتكاك السكوني أكبر من معامل الاحتكاك الحركي. يعني لو معامل الاحتكاك السكوني ميم سين ومعامل الاحتكاك الحركي ميم كاف، يبقى ميم سين أكبر من ميم كاف. كويس. طيب حاجة تانية، عند حل مسائل الاحتكاك في ثلاث حالات. لما أجي أحل مسائل الاحتكاك في عندي ثلاث حاجات. أول حالة إذا كان الجسم منزلق، اللي هي حالة الأجسام المنزلقة بالفعل، نستخدم قوة الاحتكاك الحركي. كيف؟ هيتحرك. حالة الأجسام التي على وشك الحركة نستخدم قوة الاحتكاك السكوني حاصين. تمام. حالة الأجسام المتزنة نستخدم قوة الاحتكاك ح، ودائما ح أصغر من أو تساوي حاصين. في حاجة بقى مهمة جدا، أقل قوة تحافظ على الجسم متزنا هي التي تجعله متحركا بسرعة منتظمة. لما أقول لك أقل قوة تحافظ على الجسم متحركا هي القوة التي تجعل الجسم متحركا بسرعة إيه منتظمة، يعني في الحالة دي العجلة بكام؟ بصفر. نشوف بقى تطبيقات على الكلام ده. أهو بيقول لك في الشكل المقابل، في الشكل المقابل عندنا ادي جسم على مستوى خشن، افقي خشن، عندنا اصلا عليه بقوه مقدارها 24 نيوتن، اهو نيوتن، فاتحرك، القوه دي حركته، يبقى في قوه احتكاك في الاتجاه المضاد، ما احنا متفقين على كده. فان معامل الاحتكاك الحركي ميم كاب بيساوي ايه؟ هل 4 على 7 ولا 2 على 7 ولا 1 على 355 ولا 10 على 49؟ طيب ادام الجسم بيتحرك يبقى في معادله حركه، هو طبعا معادله حركه فاكتسب عجله ثابته 2 متر على سنه تربيع، هيبقى معادله الحركه بقى، معادله الحركه هيبقى 24 ناقص ح، زي ما كنا شغالين في قوانين نيوتن الثاني. بعتبر القوة اللي في اتجاه الحركة موجب، اللي في اتجاه مضاد سالب، الكلام ده بيساوي ك في ج. يبقى 24 ناقص ح، ك كتلة الجسم بخمسة، ج باتنين، يبقى ح 24 ناقص 10، إذا ح بتساوي 14 نيوتن. ده قوة الاحتكاك الحركي. احنا عارفين قوة الاحتكاك يعني الحركي ح كاف ميم كافره كافره، ايوه، هيبقى اذا 14. ورقة شوية فوق. 14 عشان نوصل لميم كاف. ايوه
14. ايوه ميم كاف عاوزها ري اللي هو رد الفعل عمودي تمام. بخمسه دال بس خلاص تمام. دي طبعا 24 نيوتن يبقى عندنا اقدر اكمل بقى كده 14 بتساوي ميم كاف في خمسه في تسعه وثمانيه من ايه؟ من 10. يبقى اقدر استنتج ان ميم كاف بتساوي 14 على 5 في 9 و8 من 10 هيطلع الكلام ده 2 على 7. هتلاقي في الاختيارات عندنا الاختيار ب. تمام. يبقى احنا لازم نعمل معادله حركه. طبعا ده متحرك. كاف لازم معادله حركه فيها عجل يعني. واحده كمان. ايوه. لو قوه بقى نفس على مستوى افقي بس القوه مايله. في الشكل المقابل اهو دي زاوية 60 درجة القوة 40 نيوتن تميل على الأخرى زاوية 60 كويس وانا عندي لما اتحرك بعجلة 3 متر على الثانية تربيع كويس فبيقول لك يوجد معامل الاحتكاك الحركي اللي هو ميم كاف لأقرب رقمين عشريين ماشي عادي ومديك اختيارات اهو 35 من 100 68 من 100 6 من 100 25 من 100 طيب برضو الجسم اتحرك نعمل معادله حركه يبقى لازم ادام قاف مايله احللها الى زي ما كنت بعمل في المسائل اللي فاتت لما يكون القوه مايله بحلل المركبتين يبقى هنا 40 جتا 60 وهنا 40 جا 60 نيجي نعمل معادله الحركه زي ما احنا متفقين القوة اللي في اتجاه الحركة موجب اللي في اتجاه مضاد ايه سالب طالما متحرك ايوه يبقى نقول له 40 جتا 60 ناقص ح بيساوي كاف في ج 40 هو طبعا القوة هنا 40 ايه 40 نيوتن كويس يبقى في نص ايوه ناقص ح كاف ب 5 كيلو جرام ج ب 3 يبقى ح 20 دي مع دي فعل 20 ناقص 15 يبقى معنى كده اذا ح 5 نيوتن ولكن ح بميم كاف ر نيجي بقى ح بيساوي ميم كاف ر يبقى محتاج اجيب ر تمام ده في توازن يبقى ر زائد 40 جا 60 هيساوي 5 في 9 و8 من ايه من 10 عشان بالكيلو جرام هيبقى ريه عشان ما نعملها خمسة دال بتساوي خمسة في تسعة وتمانية من عشر ناقص اربعين في جذر تلاتة على اتنين اذا ريه هتساوي تسعة واربعين ناقص عشرين جذر تلاتة نرجع بقى انا عندي ح كاف ايوه بيساوي ميم كاف ر ح كاف اللي هي تعتبر بكام؟ بخمسة خمسة نيوتن يبقى خمسة بتساوي ميم كاف في تسعة واربعين ناقص عشرين على جذر تلاتة اذا ميم كاف هتساوي خمسة على تسعة واربعين ناقص عشرين جذر تلاتة بالآلة بقى بتاعتنا هيبقى ميم كاف تقريبا خمسة وتلاتين من مية تمام كده عملية سهلة عملية سهلة جدا أول ما يلاقي حركة كاف لازم يعمل معادلة حركة عجلة أدام الجسم بيتحرك يا أستاذ مصر طبعا وفي الحالة دي يبقى في قوة احتكاك حركي اللي هو ميم كاف ر تمام طيب نيجي نشوف مسائل تانية أو تطبيق برضو على الكلام ده جسم موضوع على مستوى أفقي خشن معامل الاحتكاك الحركي بين الجسم والمستوى نص كويس فإن القوة الأفقية التي تجعله يتحرك بعجلة 5 متر على الثانية تربيع بتساوي إيه؟ نيوتن هل 9 و8 ولا 16 ولا 19 و8 ولا 29 و4؟ يعني تعالى نرس أهو آدي الجسم موضوع على مستوى أفقي خشن أهو خشن أهو ادي الجسم
انت عارف بدون تفكير هيبقى هنا. تاني عشان في ناس ما بتعرفش بتتلخبط في الرسم. ادي رد في العمود كاف دلتا، ادي الوزن كاف دال. وانا قلت قبل كده اذا كان الجسم هيتحرك بعجلة يبقى الوزن اسمه كاف دال. ايوه لازم. لو بسرعه منتصمه واو بس نقول واو، او كاف دال برضو ينفع، انما كاف دال لابد ان اذا كان الجسم يتحرك بعجلة. مهمه دي يا ريس. لابد. فانا عندي اثرت عليه بقوه افقيه اهي. ايوه القوه الافقيه دي حركته كويس بعجله 5 متر على الثانيه تربيع. بيعكس ايه بقى؟ يبقى في قوه احتكاك حركه في الناحيه الثانيه. ممكن اقول له مين كفره على طول. ماشي على طول. ماشي في الحاله دي بقى يبقى ر بيساوي كاف دال، ومعادله الحركه يبقى قاف ناقص ميم كاف ر بيساوي كاف في جيم. عمليه سهله جدا دي، تعتبر القوه المحدثه للعجله بتساوي كاف في جيم. قاف عاوزينها، ميم كاف مديها لك بنص، ر كاف عندنا اللي هي اهو كاف دال بيساوي كاف في جيم بكام؟ العجله ب5، يبقى ق نص. كاف عندنا الكتله بكام؟ عندنا الكتلة ب2. 2 ايه؟ كيلو جرام؟ ماشي. يبقى ب2 الكتلة هنا ب2 كيلو جرام. ماشي. يبقى 2 9.8 في 9.8 زائد كاف ب2 في 5. الاتنين راحت مع الاتنين، يبقى الجسم كتلته 2 كيلو جرام. كويس كويس. يبقى 9.8 زائد 10 يبقى 19.8 نيوتن. تعالى في الاختيارات اهو 19.8 هنا جسم موضوع على مستوى افق خشن كتلته هو 2 كيلو جرام عشان يبقى كلامنا مظبوط. تمام. عمليه سهله جدا تطبيق مباشر برضو. جسم وزنه 10 سكل كيلو جرام موضوع على مستوى افق خشن اثرت عليه قوه قدرها 37 نيوتن، فحركته على المستوى الافقي بعجله 5/4 متر على ثانيه، فان معامل الاحتكاك الحركي. تطبيقات مباشره على الكلام اهو. وزي كده هيجيله، زي كده هيجيله. ارجو من ابناء الطلبه تتابعنا على الكلام ده، انا بجيب كل حاجه في التطبيق. ادي الوزن ر رد الفعل ايه؟ الوزن 10 كيلو جرام يبقى 10 دال. اصلنا عليه بقوه افقيه اهو 37 نيوتن، فحركته بعجله 5/4 متر على الثانيه تربيع، يبقى في قوه احتكاك حركي ميم كفر. تمام. يبقى ري عندنا بيساوي 10 دال على طول كده، يبقى ر ب 10 دال. تعال نعوض الثاني، هيبقى قاف ناقص ميم كاف ر. ايوه بيساوي كاف في جيم. قاف ميم كاف عاوزينها، وقاف عندنا ب 37. عوض يبقى 37 نيوتن ناقص نيوتن ميم كاف عاوزينها، ر ب 10 في 9.8 دي 10 دال هتساوي كاف 10 جيم ب5/4، يبقى عندنا 37 ناقص 10 في دي تطلع ب 12.5 هي 25/2 ماشي هدينا 98 كاف ميم كاف يبقى ميم كاف هتساوي 24.5/98 هيطلع ميم كاف بيساوي 24.5/98 هتطلع نص عندك الاختيارات ربع واحد نص تلت تطلع ربع بقى تطلع ربع 245 يبقى ربع
الإجابة ألف بقى. آه تمام، يبقى الإجابة بتاعتنا أهو ربع، ألف. يبقى الإجابة ألف. عملية سهلة أوي. آه مسألة بقى كمان، مستوى ماء الخشب طوله 2.5 متر وارتفاعه 1.5 متر، معامل احتكاك الحركي يساوي نص، فإن أصغر سرعة يقذف بها الجسم من أسفل نقطة في المستوى في اتجاه خط أكبر من الأعلى ليصل لأعلى نقطة فيه بتساوي بقى السرعة منك، هل 5 ولا 7 ولا 24 ولا 17؟ مسألة برضو من المسائل الكويسة. دلوقتي ده مستوى ماء طوله 2.5 اهو، ادي المستوى ماء اهو، طوله 2.5 وارتفاعه 1.5، عشان نجيب زاوية الميل يعني، ما يعني دي لو سمينا دي زاوية ايه؟ هنجيبها على طول اهو، ده 2.5 ده 1.5، نوضبها شوية يبقى دي 15 ودي 25 ودي ايه، ممكن نعمل دي 3 ده 5 ده 4. تمام، شفت انا عملتها ازاي؟ عشان اجيب الجاول جت تمام. طب طب دلوقتي ادي الجسم اهو، زي ما احنا عارفين في الحلقة اللي فاتت وزنه رأسيا لأسفل كاف دال، رد الفعل عمودي على المستوى اهو، حاجات أساسية. الوزن ده له مركبتين، ايوه احنا بقينا اساتذه في الكلام ده، هيبقى هنا كاف دال جاهي وهنا كاف دال جاهي. كاف دال جتاهي على اساس دي ايه؟ طبعا. طيب جيت الجسم ده قذفته، قذفته كده يبقى في قوة احتكاك حركة في الاتجاه المضاد، تمام، يبقى ميم كاف ر عكس اتجاه الحركة، اتجاه الحركة فوق، ما انا قذفته الاعلى. ايوه تمام، هو عاوز يجيب السرعة اللي احنا قذفنا بيه كده، هتدور على العجلة، معنى كده ان في عجلة لازم ادور عليها. وانا كنت قلت في الحلقة اللي فات في الحلقات اللي فات في نيوتن ان يديك معلومات تجيب منها العجلة او اجيب العجلة من معادلة الحركة عشان بقى عايز سرعة وحاجات زي كده، وبعدين نشوف دي مهمة يا استاذ شعبان الحتة دي جدا، ان هو لازم الطالب يدور على العجلة، يا اما هو مديله المعلومات يا اما يجيب معادلة الحركة، سرعة وزمن. أيوة. مسافة وزمن. أيوة. سرعة ومسافة اجيب العجلة، او اجيب العجلة من معادلة الحركة ويطلب حاجة تانية بقى، سرعة زمن حاجة تانية. ايوه مسافة. يبقى في الحالة ديت يبقى اولا ر بيساوي كاف دال جتا ايه، دي مالهاش دعوة بالقصة، مالناش دعوة دلوقتي، مخزوط لاعلى يبقى في كم قوة بتأثر في اتجاه موازي للحركة، واحدة اتنين دول في اتجاه مضاد، يبقى سالب ميم كاف ر سالب كاف د ج بتساوي كاف ج، كل ده اسم القوة المحدثة للعجلة. ايوه اتجاه الحركة لفوق ودي في اتجاه مضاد، ايوه يبقى دي بالسالب ودي بالسالب. نيجي نعوض، ميم كاف مديها لك بنص، ر كاف د ج ناقص كاف د ج بيساوي كاف في جيم، كاف مع كاف مع كاف، أيوة مع كاف، حلوة نص في 9.8 الجتا بقى، شوف اللي انا عملتها 4 على 5 أيوة ناقص 9.8 الجا 3 على 5، تطلع العجلة طبعا بالآلة بتاعتنا، هتطلع العجلة لما تحسبها سالب 9.8 متر على الثانية تربيع، خلاص اتفتحت كده المسافة تمام. وخد بقى تسعة يعني انت ومشطرتك بقى بس خد بالك انا ناسي ده سالب، ده سالب خد بالك. ايوه هاخد مثلا سالب 9.8 ما معيش آلة يعني. هيبقى هنا 2 على 5 وهنا هتبقى 3 على 5 بالموجب، هتطلع بواحد، هتطلع بسالب 9.8 تمام. دي العجلة كويس. طب هو عاوز يجيب السرعة اللي انقذف بيها ايوه بحيث يسكن في نهاية المستوى
يعني كأنه هيتحرك مسافة 2.5 متر. يبقى علاقة بين سرعة ومسافة، يعني ما فيش زمن التربيع بقى، يبقى عين تربيع. أيوة. عن صفر تربيع زائد 2 جيم ف. حضرتك بتقول هيسكن، يبقى عين النهاية كام؟ بصفر. ايوة صفر. ايوة اللي ابتداء اللي انا عاوزها اللي انا قذفت بيها. ايوة العجلة بالسالب 2 في 9.8 ف ب2.5. حلو قوي. هنقدر نقول له ان عن صفر تربيع هتساوي 6.19 في 2.5. هجيب جذر الكلام ده، هتطلع عن صفر بكام؟ ب7 متر على الثانية. هنبص في الاختيارات عندنا اهو. دي مسألة حلوة. اهو. تمام. 7 متر على الثانية. يبقى لازم عملية بسيطة جدا. يبقى تاني بسرعة. اهو. اتفضل. جيت جسم من عند، اولا عندي مستوى طوله 2.5 متر وارتفاعه 1.5. جيت بسطتها وعملت عشان اجيب جا هي وجا تا هي. زي ما انت عارف مراعيد تاني، الجسم موضوع على المستوى، وزن الراسيه اللي اسفل له مركبتين، كاف جا هي، كاف دال جا هي، وكاف جا كاف دال جا تا هي. قذفت الاعلى، وده ده في هنا خشن، يبقى في قوه احتكاك حركه عكس، اللي هو ميم كاف ر عكس في اتجاه مضاد لاتجاه الحركه. اهو لما نيجي نعمل معادله الحركه بقى، انا عندي ميم كفره وكاف دال جاهي في اتجاه موازي للحركه بس في اتجاه مضاد. يبقى الاتنين بالسالب. ايوه اهو سالب ميم كاف ر ناقص كاف دال جاهي بيساوي كاف جيم. وبعدين عوضت بالمعلومات اللي عندي، هتبع عن الكاف راحت مع الكاف مع الكاف، يبقى سالب نص لو ميم كاف دال ب9.8 جت اهي ب4/5 ناقص دال ب9.8 جاهي 3/5 جيم، راحت جاب العجلة اهو. يبقى انا جبت العجلة هنا من معادلة الحركة. طب عاوز اجيب السرعة اللي قذف بها الجسم. لغاية ما يقولك اقل سرعة يقذف بها الجسم لتصل عند نهاية المستوى. ما عشان ما تزلش ما تعديش. فاقل قوة سميها عين. وعشان توصل ل2.5 متر يبقى السرعة النهائية بصفر. يبقى علاقة بين سرعة ومسافة يبقى عين تربيع سواء عين صفر تربيع زائد 2 جيم فيه. وانا قررت لازم يا ابني تحفظ او المعادلة اللي هو الثلاث قوانين لما يكون الجسم ماشي مع عجلة، سرعة وزمن، مسافة وزمن، سرعة ومسافة، او اللي احنا بنقول عليها ازاحة. ماشي. احنا بنتكلم هنا مسافة عشان المسار في نفس الايه الاتجاه. طلعت السرعة اللي باقل سرعة اللي هي 7 متر على الثانية. تمام. طيب عملية جميلة. نيجي نشوف حاجة تانية كده برضه على مستوى الخشب. ماشي يا فندم. مستوى ماء الخشب يميل على الافق في زاوية قياسها هي حيث جاهي 1/7. كويس. قذف جسم من اسفل نقطة من قاعدة المستوى بسرعة 7 متر على الثانية في اتجاه خط اكبر ميل. يعني هنا بقى اداله السرعه اللي قذف بيها. فاذا كان معامل الاحتكاك الحركي بين الجسم والمستوى جذر 3/8. ومديك اولا ثانيا. عايز ايه بقى اولا؟ الزمن الذي بعده يسكن الجسم ابتداء من لحظه القذف. كويس. ومدي الاختيارات. مطلوب تاني بين ما اذا كان الجسم هل يبقى على وشك الانزلاق ولا يظل ساكنا ولا ينزلق لاسفل ولا يتحرك بعد ذلك لاعلى. ماشي. دي طبعا كانت مسائل مقال، انا حولتها لمسائل اختيارات عشان حسب ما يجي الامتحان بقى. في جميع الاحوال لا ابنائنا الطلبه حل المسائل كانك بتحل مساله مقال، نصيحه. هتفهم انت ماشي ازاي ومش هتلاقي فيه صعوبه. هيفهم ازاي اختار. حاول تكتب يا ابن، حاول طبعًا. تكتب. تيجي نشوف المسألة كده. ادي ارسمها بس. ادي المستوى المائل الخشن اهو. خلاص بقينا احنا تمام كده عشان الاحتكاك ما بقاش فيه مشكلة. الجسم اهو وزنه رأسيا لأسفل. ايوة. ورد الفعل عمودي على المستوى اهو. الوزن ده بيبقى له مركبتين،
كاف دال جاهي وكاف دال جتاهي وكاف دال جتاهي ودري ودي كاف دال اللي انا حللتها ودي ايه؟ هو بيقول لك ان بيبين زاويه جبهه اهو واحد على سبعه أهو. اطلع دي بفيثاغورس هيطلع اربعه جذر ثلاثه كويس 49 ناقص 1 ب 48 48 عباره عن 4 جذر 3 تمام عشان محتاج الجتا. طيب في اي مساله احتكاك حتى من الاحتكاك بتاعنا العادي لازم اجيب رد الفعل الاول كاف دال جتا اه. طيب الجسم قذفته الاعلى يبقى ميم كاف ر في الاتجاه المضاد. ايوه ميم كاف ر نعمل معادله الحركه. طب اتجاه الحركة الأعلى القوة الموازية للحركة شوف شوف أنا بقول إيه ممتاز. القوة الموازية للحركة ميم كاف ر وكاف دال جاهي في اتجاه مضاد يبقى سالب ميم كاف ر سالب كاف دال جاهي بيساوي كاف جيم عشان نوصل للعكس. اللي كان متابعنا في الحلقة اللي فاتت كان في الكلام ده بس كان بدل ما ميم كاف ر ميم كاف ر كنت بتقول ميم اللي هو قوة المقاومة كنا بقول سالب ميم سالب كاف دال جاهي بيساوي كاف جيم تمام. طيب ادي سالب طيب ميم كاف عندنا جذر 3 على 8 ر بكاف دال جتا اهي ناقص كاف دال جاهي بيساوي كاف في جيم الكاف مع الكاف مع الكاف يبقى سالب جذر 3 على 8 دال ب 9.8 جتا اهي باربعة جذر ثلاثة على سبعة اهو بالراحة اهو عشان الناس اللي متابعانا ناقص دال بتسعة وتمام من عشر واحد على سبعة واحد على سبعة بيساوي جيم تمام. احسب الكلام ده بالآلة اهو هتطلع جيم بسالب ثلاثة ونص متر على الثانية تربيع. يختار بقى القانون المناسب اللي على حسب الطلب. طب هو عاوز الزمن حتى يسكن طب ان هو قذف بسرعه ابتدائيه كام اهو 7 متر على الثانيه عاوز الزمن حتى يسكن يبقى علاقه بين سرعه وزمن عين بتساوي يبقى عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون بس كده النهايه بصفر عشان سكنه اه الابتدائيه بسبعه اديها له ناقص 3.5 نون يطلع الزمن يبقى اقدر اجيب نون 7 على 3.5 هتطلع نون باتنين ثانية هتلاقيها في الاختيارات عنده اهو يبقى الاختيار به حلو. طب ايه المطلوب التاني بقى بيقول لك بين ما اذا كان الجسم هل يبقى على وشك الانزلاق ولا يظل ساكنا ولا ينزلق لاسفل ولا يتحرك بعد ذلك لاعلى تمام. لا طريقتين اما اقارن بين زاويه بين المستوى وزاويه الاحتكاك ايوه دي طريقه او اقارن بين ميم كاف ر وكاف دال جاهي تمام الاثنين صح فلما نيجي نعمل به وزاويه الاحتكاك انا عندي ظاهي اللي اظل زاويه بين المستوى اهو واحد على اربعة جذر ثلاثة واحد على اربعة جذر ثلاثة اضرب في جذر ثلاثة على جذر ثلاثة يعني يبقى جذر ثلاثة على 12 هو مديك معامل الاحتكاك الحركي بجذر ثلاثة على 8 يبقى ظلام حيث لام دي زاوية الاحتكاك الحركي جذر 3 على 8 زي ما كان بيعمل في الاحتكاك فانا عندي ظاهي جذر 3 على 12 وده يبقى معنى كده ان ظاهي اصغر من ظلام اكبر دلوقتي يبقى هي اصغر من لام يبقى يظل الجسم مستزنا تمام كده يبقى يظل الجسم ساكنا يظل الجسم ساكنا عملية زي ما كنا بنعمل زي ما الاستاذ مصر بيقول كنا بنعمل في الاحتكاك الكلام ده. في طريقه تانية اجيب ميم كاف ر حل تاني
ميم كاف جذر 3 على 8 ر اللي هي كاف دال كاف دال جته ايوه هيبقى يدينا جذر 3 على 8 كاف في 9 و8 جته كانت عندنا ب 4 جذر 3 على 7 هتطلع ديت 2 و1 من 10 كاف. طب هات لي كاف دال جاه ادي كاف في 9 و8 جايب 1 على 7 تطلع ب 1 و4 من 10 كاف. الله يبقى عندنا ميم كاف ر اكبر القوه دي يبقى يظل الجسم ساكن طبعا اهو ميم كاف ر اللي هو 2 و1 من 10 اكبر من 1 و4 من 10 اللي هو كاف ده جاي يبقى يظل الجسم ايه ساكن او ما لهاش غير الطريقتين دول تمام نيجي برضو في تاني على المستوى الخشن ماشي صندوق وضع صندوق خشبي كتلته 2 كيلو جرام عند قمة مستوى مائل طوله 50 سنتي وارتفاعه 30 سنتي عشان نجيب زاوية البيت فانزلق الصندوق ووصل إلى قاعدة المستوى بعد 5 على 7 ثانية يبقى هنا لو طالب ناصح اداك معلومات اقدر اجيب العجلة ايوه زي ما بقول انا الجسم انزلق مسافة 50 سنتي هو بيلمح في كام 5 و7 5 على 7 ثانية اقدر اجيب العجلة اللي اتحرك بيها الصندوق تمام طيب ادي الصندوق اهو موضوع على مستوى مائل خشب اهو طبعا زي ما انت عارف اللي هيحركه خلاص حفظنا الكلام ده ادي وادي رد الفعل العمودي وادي كاف ده الجاهي وادي ر وادي كاف دال وادي ه طب ارسم مثلث ليه كده؟ هو جه قال لك ان طول المستوى 50 سنتي وارتفاعه 30 يبقى دي 40 يبقى 3 4 5 لا ارتفاع المستوى 3 يبقى ده 3 5 يبقى ده 4 ايوه بتاع 4 3 5 4 ماشي طيب الجسم هينزلق كده ايوه فانزلق فوصل بعد 50 سنتي نون ب 5 على 7 يبقى علاقه بين مسافة زمن. وزمن أيوة. يبقى فيه عن صفر نون أيوة. زائد نص جيم نون تربيع 50 ابتدى من السكون أيوة. نص جيم نون 25 على 49 يبقى جيم بتاعتنا هتطلع ب 196 سنتيمتر على الثانية تربيع أرجو أبنائنا الطلبة تكتب التمييز ما تقولش 196 وتسكت لا غلط طبعا طيب ده مستوى خشن يبقى فيه مقاومات كده في الاتجاه المضاد اللي هو ميم كافر كويس عكس اتجاه الحركه ما هو ينزل نعمل بقى معادله الحركه براحتك نعمل معادله الحركه ومعانا العجله ده القوى الموازنه لاتجاه الحركه ادي كاف دال جاه وميم كافر اللي في اتجاه الحركه موجب يبقى كاف دال جاه ناقص ميم كافر بيساوي كاف في جيم تمام كاف دال جاه ميم كاف ري عندنا بكاف دال جاك اهي ايوه معروف بيساوي كاف جيم الكاف مع الكاف دال عندنا بقى دال عندنا بكام؟ ب 9.8 من 10 انت جايب العجله هنا بالسنتي فوق ايوه ما انا هعوض على العجله بعد كده طب ماشي ملهاش حاجه ما انا جبت العجله فوق ايوه بس دي بالسنتي طيب 9.8 جاهي ماشي ب3 على 5 ماشي ناقص ميم كاف عاوزها 9.8 جت اهي ب4 على 5
جيم اللي هي كان بقى خد بالك بقى جيم بالسنتيمتر على الثانية لازم يكون بالمتر يبقى 1.96 من 100 1.96 من 100 كده ظبطت. هيبقى عندنا هنا بقى 9.8 في 3/5 ناقص 1.96 هتساوي 9.8 × 4/5 ميم كاف. اروح جايب ميم كاف بالقلبة بتاعتي يبقى ده كله اهو 9.8 × 3/5 اهي. واجيب دي الناحية التانية بالسالب ودي هنا بالموجب. ماشي. يبقى ميم كاف هتطلع بنص لما تحسبها. هتلاقيها في الاختيارات. بنص. نبص على الاختيارات. نيجي نبص على الاختيارات اهو. نص يبقى جيم. الاختيار جيم. حلو. جه قال لك مقدار قوة الاحتكاك الحركي بين الصندوق والمستوى. يعني عاوز يجيب ميم كفره. يبقى قوة الاحتكاك اهو الحركي. احنا جبنا بقى ميم كاف. ميم كاف ره. ميم كاف جبناها احنا. جبناها اللي هي بنص. ايوه. والره كاف دال. كاف دال جتا. اهو كاف دال جتا اهي. بس كده. يبقى نص. الكتلة الجسم باتنين. في 9.8. الجتا ب4/5. هيطلع 7.84 نيوتن. اهي. وعايزها بسكر الكيلو جرام بس انا عايزها بسكر الكيلو جرام. اقسم بقى على 9.8. اقسم على شفرة من الاختيار موجود. حلوة دي. ايوه. الاختيار موجود. انت حضرتك حاطط الرقم ده بالنيوتن. المسائل اللي انا دي كلها كانت مسائل مقال انا عملتها اختيارات. كده بيلخبطوا يعني حاطط. ما واحد يقول لك ايه ما جاش 7.9 هيبقى الاختيار قال. بس خد بالك بسكر الكيلو جرام. ايوه كده حلو. يبقى 7.84. ايوه. على 9.8. على 9.8 هتطلع ب8/10 اللي هي بيه اللي هي الاختيار بيه. ايوه. سكر كيلو جرام. مش يفرح يلاقي نفس الاجابه ويجري. حته حلوه حلوه. في تاني على الخشن؟ في مساله تانية على الخشن كده عشان يبقى هضمنا الدرس كويس جدا. متعودين ناخد كل حاجه من تاخد حقها. ينزلق جسم على مستوى خشن. يميل على الافقي بزاويه 45. فاذا كان معامل الاحتكاك الحركي 3/4. فاثبت ان الزمن الذي يقطع فيه اي مسافه يساوي نقط الزمن الذي يقطع فيه نفس المسافه اذا كان المستوى املس. هل ضعف ولا نص ولا 3 امثال ولا 4 امثال؟ دي في كتاب الوزاره مثلا عملت شلت كلمه هو كان عايز يثبت انها ضعف. مش كده برضو؟ لا نص او نص. نص. يعني حاجه نص او ضعف مش فاكر. ضعف تقريبا. ضعف. طيب نيجي الحل. دي جامعه بقى بين المستوى الاملس والخشن. مساله والخشن. جميله وموجوده في كتاب الوزاره. وانت علقت كلمه تقريبا ضعف هتطلع تقريبا ضعف. اتفضل. نشوف. اولا ينزلق جسم على مستوى خشن يعمل له زاويه 45. فاذا كان معامل الاحتكاك الحركي 3/4 يبقى اشتغل على الخشن كان على مستوى خشن. تمام يا فندم. تمام جميله حلوه دي مهمه. ادي المستوى خشن فداني هنا اجيب العجله من معادله الحركه. ايوه. ادي كاف دال. شوف انا برسم قدامك اهو عشان في ناس بتستسهل عمليه الرسم. لا لازم الرسم عشان لازم الرسم تعرف ازاي انا عملت. حط قوه صح. ادي كاف دال. ادي اهي. ادي اهي. داري خلاص كاف دال جاهي. والتانية كاف دال جتا اهي. تمام. المستوى ده خشن. انت بتحرك لتحت. ينزلق العكس بقى يبقى ميم. ايوه. كاف ر العكس. تمام. ادب بينزلق اولا يبقى ر بتساوي كاف دال جتا اهي. بينزلق اجيب معادله الحركه كاف دال يبقى كاف دال جا 45 زاويه 45 ماشي. ماشي. ناقص ميم كاف ر
بيساوي كاف في جيم. كاف دال في جذر 2 على 2 اللي هي 1 على جذر 2 جذر 2 على 2 ميم كاف بثلاث ارباع. وعندنا ايه؟ كاف دال جتا اهي جتا 45 جذر 2 على 2 تمام بيساوي كاف في جيم. الكاف مع الكاف مع الكاف يبقى 9 و8 في جذر 2 على 2 ناقص 3 على 4 في 9 و8 في جذر 2 على 2 بيساوي جيم. احسب الكلام ده بالآلة هتطلع جيم ب 4 و9 جذر 2 على 4 متر على الثانية تربيع. عايزين بقى نوصل ده العجل. طب جيب لي بقى المسافة اللي اتحرك على المستوى فيه عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. يبقى فيه نص ما ده بصفر جيم اهي اربعة وتسعة جذر اتنين على اربعة في نون هسمها نون واحد تربيع. تمام؟ طبعا هيطلع هنا بقى اربعة وتسعة جذر اتنين على تمانية نون واحد تربيع. سيب ماشي. قال لك ايه بقى؟ طب لو كان الجسم بيتحرك على مستوى املس. انا مقايله من الحلقه اللي فات اي جسم ينزلق على مستوى ماء الاملس ينزل بعجله دال جاهي عشان مستوى على طول أملس. دال الوزن فقط هي ده مفيش غير الوزن يعني هو مفيش غير الوزن. الحلقه اللي فاتت استاذ مصري انا قلت لهم لو الجسم بيتحرك على مستوى ماء الاملس لاسفل ينزل بدال جاهي. طب قذفته الاعلى بسالب دال جاهي مفيش حاجه بتاثر عليه هي وزنه بس يعني بس. تحت تاثير وزنه. طيب تمام يبقى عندنا على المستوى المائل للاملس من غير معادله واحد يقول لي طب نعمل لا, 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 لا. على المستوى بتساوي دال جاهي المائل الاملس يبقى دال جاهي 45 بقى هيبقى ينزلق بعجله بتساوي هنسمي عجله جيم شرطه مثلا اهو دال جاهي 45 يبقى دال 9 و8 من 10 في جذر 2 على 2 4 و9 من 10 جذر 2 متر على الثانيه تربيع. دي كده اجيب المسافه بقى عندي فيه ايوه نص جيم شرطه نون 2 تربيع عشان عن صفر بصفر تمام كده فيه اهي نص 4 و9 من 10 جذر 2 نون 2 تربيع. هنسوي المسافتين بقى مع بعض. يبقى أربعة وتسعة أيوة جذر اتنين على اتنين نون اتنين. المسافة هي المسافة نسويها بقى المسافة أسوي الاتنين ببعض عشان طلع اللي كانت هناك كانت نص أيوة فأربعة وتسعة جذر اتنين على أربعة أيوة. نون واحد تربيع هنا أربعة وتسعة على اتنين جذر اتنين نون اتنين تربيع وإحنا عايزين نشوف وضع نون واحد دي راحت مع دي أيوة بالنص راح مع دي يبقى عندنا نون واحد تربيع أربعة نون اتنين تربيع تطلع ضعف يبقى نون واحد بتساوي اتنين نون اتنين جميلة يبقى زمن مستوى خشن ضعف الزمن على المستوى الأمس حولتها لأن مسألة مهمة وكويس إن جاي عملناها في الاختيارات يعني مسألة حلوة وموجودة في كتاب الوزارة وجميلة يعني موجودة في كتاب الوزارة وشامل المستويين يعني هو عايز يسأله في كذا حاجة يبقى من المسائل المهمة ضعف اختار ضعف يبقى ضعف يبقى الاختيار تمام. ايه تلف تمام يا فندم حلو قوي في تاني حاجة نشوف كده بقى تاني اخر مسألة بقى ننهيها بقى مسألة كويسة طيب ماشي ترك جسم لينزلق كويس من قمة مستوى مائل ينتهي بمستوى أفقي ومعامل الاحتكاك الحركي بين الجسم وكل من المستويين تلت كويس يبقى فيه هنا احتكاك هنا حركي فإذا كان طول المستوى 150 سنتي كويس وظل زاوية ميله على الأفقي يساوي 4 على 3 فإن المسافة التي يقطعها الجسم على المستوى الأفقي عندما تصبح سرعته 140 سنتيمتر علما بأن
مقدار السرعه لا تتغير بانتقاله من مستوى المائل الى مستوى الافقي بتساوي ايه؟ متر. هل 240 ولا 204 ولا 420 ولا 4؟ برضه هندور على العجله. ده برضه كانت مساله مقال. اهو ادي مستوى مائل اهو وعبو صوف وبعدين ده خشن. ايوه وده خشن. الجسم على المستوى المائل اهو وزنه اهو ده كاف دال وهنا كاف دال جاهي وكاف دال جتاهي وهنا ري بينزلق يبقى في قوه احتكاك حركه في الاتجاه المضاد. كويس. المستوى الكل طوله 150 سم يبقى اقدر اجيب العجله على المستوى المائل. طيب اهو على المستوى المائل. طب نكمل بقى المساله. جه بعد كده راح متحرك على مستوى افقي. قال لك سرعته بانتقال مستوى المائل على المستوى الافقي ما اتغيرتش. كويس. يعني السرعه هنا النهايه هنا تعتبر برضو ابتداء على المستوى الافقي. تمام. طبعا هنا هيبقى فيه اولا وزنه ر وهنا كاف د وهنا هيبقى ميم كاف ر شرطه ونفس معامل الاحتكاك. طبعا قال لك معامل الاحتكاك هنا ومعامل الاحتكاك هنا. ايوه هو قال كده. طب نمسك حاجه حاجه على المستوى المائل. اولا ر بتساوي كاف د جتا اهي. نعمل معادلة الحركة. ده موجب ده سالب. تمام. كاف د جاهي ناقص ميم كاف ر بنساوي كاف ج. كويس. يبقى كاف د جاهي ناقص ميم كاف ر بكاف د جتا اهي بنساوي كاف ج. الكاف مع الكاف مع الكاف د اهو عوض بقى 9.8. هو جه قال لك بيميل بزاوية ظلها 4 3 يبقى ده 5 جاء يبقى 4/5 ناقص ميم كاب 1/3 د ب 9.8 جت اهي 3/5 ج كده هتجيب العجله. 9.8 خد عامل مشترك هتبقى 4/5 ناقص 5 دي راحت مع دي. ايوه بتساوي ج. اذا ج 9.8 في 3/5 هيطلع العجله في الحاله ديت اهو 5.88 متر على الثانيه تربيع. يعني 588 سنتيمتر على الثانيه تربيع. ليه بقى؟ عشان قال لك طول المستوى 150 هجيب السرعه في نهايه الفتره الاولى اللي هو على المستوى المائل. طب انا عندي سرعه ومسافه اقدر اجيب السرعه نهايه هنا كل ده على المستوى المائل. تمام. يبقى عين تربيع عن صفر تربيع زائد 2 ج ف اللي ابتدى انزلق ابتدى بالسكون 2 × 8 = 5 ف ب 150 هتطلع عين عين بقى بعد الجزء عين تربيع هتطلع 420 سنتيمتر على الثانيه. تعالى بقى على المستوى الافقي هتخدمنا بقى. هيبتدي بسرعه 420 سنتيمتر على الثانيه. ده بدايه ليه صح. هو عاوز يجيب ايه؟ عاوز يجيب اهو السرعه بقى. لا عاوز المسافه اللي بيقطعها الجسم على المستوى الافقي عندما تصبح سرعته كام؟ 140 سنتي. يعني مش سكنه. لا دي بقى نهائيه يبقى سرعه ومسافه. هو عاوز يجيب المسافه السرعه النهائيه واحنا جايبين السرعه نازل بيها. نيجي بقى على المستوى الافقي برضو عند تربيع. لا دي عين بقى هتطلع عند كده. ايوه على المستوى الافقي لازم اجيب العجله طبعا. على المستوى الافقي لما نيجي نبص هنا
هيبقى سالب. ما هو مش كده، مفيش قوه هنا شداه انه يتحرك بالسرعه، بس اللي هيقاوم حركته ميم كفر الشرطه. يعني كاف يبقى سالب ميم كفر الشرطه بيساوي كف جيم شرطه. كف مع خلي كف الاول سالب ميم كاف، ميم كاف اللي هي بتلت هنا، كاف دال ايوه على الافقي، كاف راحت بقى. يبقى جيم شرطه سالب 9.8 على 3 متر على الثانية تربيع. لازم تبقى تقصيرية. نيجي بقى يبقى عين تربيع عن صفر تربيع زائد 2 جيم شرطة فيه. هو ادالك قال لك السرعة بقى بكام؟ 140 باين. ب 140. يبقى دي عين. والابتدائية عندك اللي هي ده. جبناها. يبقى 140 تربيع. 420 تربيع. ناقص 2 في 9.8 على 3 في اجيب دي الناحيه الثانيه اهو هيبقى بس هنا بالسنت بقى كلها. استنى بقى 420 عاوزين نخليها بالسنت عشان ده السرعات دي بالسنت. يبقى سالب 980 على 3 سنتيمتر على الثانيه تربيع. ناخد بالنا من الحته دي عشان هنا السرعات بالسنتيمتر، يبقى العجله لازم تكون بالسنتيمتر. تمام. وهنا عين التربيع كلها ب 420. لا عين عين لا عين بس خدت الجزر ب 420 انا جبت الجزر. طب ماشي يا فندم. ماشي طيب. ماشي يبقى 140 هجيب ده هنا وده هنا. ماشي ماشي. يبقى عندنا 1960 على 3 في بيساوي 420 تربيع ناقص 140 تربيع، هتطلع فيه في الاخر ب 240 سنتيمتر. طب هو بقى ايه؟ بص 240 سنتيمتر ديت لا يعني عاوزها بالمتر، يبقى 2.4 من 10. ايوه حلو كده، مسألة حلوة. تاني ابنائنا الطلبة بسرعة اشرحها لكم تاني. كان عندي جسم بينزلق على مستوى ماء الخشن، بعد كده بيتحرك على مستوى افقي خشن. قال لك في شرط ان سرعته ما بتتغيرش بانتقال من مستوى الماء للمستوى الافقي، يعني يعتبر بدايه للافقي. يبقى لازم اجيب السرعه النهائيه على المستوى الخشن. يبقى لازم اجيب العجله طبعا على المستوى الخشن. عشان اجيب العجله على المستوى الخشن جبت معادله الحركه. كاف دال جاهي ناقص ميم كاف ر بيساوي كاف ج. انا عندي ر بكاف دال جت اهي عوض جبت العجله. طب المستوى المائل للخشن 150 سنتي، اجيب السرعه النهائيه جبت العجله اهي بالسنتي. ليه بقى؟ بدايه للافقي. هيطلع عين تربيع بسواء صفر تربيع زي 2 جيم ف، طلعت عين ب 420 سنتيمتر على الثانية. ده السرعه النهائيه على المستوى المائل، تعتبر ابتدائيه على المستوى الافق. لما جيت اتحرك على المستوى الافقي عجله جديده بقى. عجله جديده. العجله بقى اجيبها منين؟ اتحرك كده يبقى ميم كافر الشرطه. أيوة. بيساوي كاف جيم. تمام اهي جبت العجلة تطلع بالمتر على الثانية. طب انا عندي السرعات بالسنتيمتر. حولنا حولتها ب 980 على 3 وطبقت عين تربيع تاني عن صفر تربيع زائد 2 جيم شرطة فيه. النهائية قال لك اوجد المسافة لما تبقى سرعته 140 سنتيمتر على الثانية. يبقى 140 تربيع ناقص 420 تربيع ناقص 2 في العجلة اللي هي 980 على 3 فيه جبت فيه. تمام. مسألة حلوة. ده تقريبا المستوى الايه؟ الخشن. كده بقى نخش على البكرات. نيجي تطبيقات البكرات. هو في بكره واحده وبيتدلى من الطرفين خيط وفي ثقلين. ايوه ده حاله. حاله. وبعدين حاله موضوع الجسم موضوع على مستوى افقي املس. تاني مدلى. وبيتدلى جسم. التانية مدلى. بعد كده على مستوى ماء الاملس وتدلى جسم. ويتدلى جسم. برضه بكره ويتدلى جسم. وبعدين نشتغل الكلام ده على مستوى الايه؟ الخشن. تمام. ده بتاع بيسموها تطبيقات البكرات.
زي ما انا قلت هقول معلومات في التطبيق يحللنا المسائل كلها. اول تطبيق عندنا اهو في بتاع البقرات. حركة جسم حوالين. تعالى بص. مجموعة المكونات من الجسمين المدليين. معايا كده ابنائنا الطلبة. اللي انا بعمله ده هو اللي هيشغل لنا التطبيق. حركة مجموعة مكونة من جسمين مربوطين بنهايتي خيط. مدليين بقى. يمر على بقرة ملساء. اهو ادي البقرة. والجسمين حواليها. وادي الخيطين اهوت والجسم. معروف كده في البقرات يا استاذ مصري. ايوه. طالما بقرة ملساء يبقى الشد زي الشد. والشدود داخلة للبقرة. مهمة الاسهم دي. عشان الشد ده الشد اللي انا كاتبه ده تأثير الخيط على الجسم. الجسم نازل والشد فوق. يبقى الشدين اهم. اسهم دايما الشدود داخل على البقرة. عشان يعتبر تأثير الخيط على الجسم وده تأثير قطع الجسم. ايوه. اذا جينا فرضنا ان الكتلة كاف واحد اكبر من الكتلة كاف اتنين. يبقى الوزن ده هيبقى اكبر من الوزن ده. هيبتدي تتحرك كده وده يطلع لفوق. ده ينزل والتاني يطلع. اول حاجة. ماشي. لازم اعرف اتجاه الحركة فين. مين الاتقل اللي يسحب المجموعة. تعالى بقى معايا. هعمل معادلات الحركة. الجسم اللي هابط. يبقى كاف واحد دال ناقص شين بيساوي كاف واحد جيم. ادي معادلة. تمام. ده طالع. يبقى شين. شين اللي في اتجاه الحركة موجة في اتجاه مضاد سالب. شين ناقص كاف اتنين دال بيساوي كاف جيم. اللي مع الحركة ناقص ضد الحركة. بيساوي كاف جيم. جيت جمعت الاتنين مع بعض. لازم تعرف ابنائنا الطلبة اما اجمع المعادلات الشدود بتتخلص منها. واقدر استنتج ان العجلة بتساوي الكلام ده. ومهم جدا. يبقى ممكن اجيب العجلة من غير ما اعمل معادلات الحركة. بص. ايه القاعدة بتقول بقى? القوى المحركة مجموعة القوى المحركة على مجموع الكتل. يديك العجلة. مجموعة القوى المحركة كاف واحد دال وكاف اتنين دال. ديت اكبر من دي. فالمفروض كاف واحد دال ناقص كاف اتنين دال على كاف واحد زائد كاف اتنين. انا خدت ده العامل مشترك. يبقى كاف واحد ناقص كاف اتنين على كاف واحد زائد كاف اتنين في دال. يبقى القاعدة بتقول ايه يا استاذ مصري? مجموع القوى المحركة على مجموع الكتل. قاعدة في كل المسائل اللي جاية. مجموع القوى المحركة على مجموع الكتل. هو لفظ مجموع ده جميل قوي يا ريس. ليه بقى? لان هيبقى في واحدة موجبة وواحدة سالبة. لكن كعلميا قول كمجموع. اللي زي حضرتك قلت يعني. مجموع القوى المحركة. هيبقى فيها موجة وفيها سالب. مجموع مجموع القوى المحركة. اصل كلمة ما اقول مجموع. هنا بنعمل جمع جبري. ايوه جمع جبري. تمام. جمع جبري. تمام. فبنقول المفروض كاف واحد دال. ده قوة محركة. ناقص. وكاف ناقص كاف اتنين دال. على مجموع الكتل كاف واحد كاف دال. خدت دال بره فممكن الطلبة تحفظها على طول. امتى اعمل الكلام ده? لو انا عاوز اجيب العجلة على طول. مش عايز واحد يقول لي شد ولا واحد يقول لي ممكن افرض عاوز الشد اجيب معادله حركه اي جسم فيه ما اقعدش اعمل كل ده على طول ومنها اجيب الضغط. تمام. تعالى بقى في بقى شويه ملاحظات. يبقى اول حاجه ابنائنا الطلبه استنتجناها من التطبيق ده ان العجله بتساوي كاف واحد ناقص كاف اتنين على كاف واحد زائد كاف اتنين في دال. تمام. ده اول حاجه نحفظها في التطبيق ده. طيب في بقى شويه ملاحظات مهمه جدا. الفرق بتاع البص ده اللي نعم. الفرق في البص ده قوه مسببه للحركه يعني. الفرق ده حصل ازاي? ما هو مجموع القوه المحركه للجسم على مجموع الكتل. تمام. طيب تعالى هنا اتفضل. افرض عاوزين نجيب الضغط على البقره. ادي البقره اهي. هيبقى ده شين وده شين. بص بقى شين هنا ده تأثير الشد على البقرة وده شين الشد على البقرة. دول خارجين من البقرة. هجيب محصلتهم يعني. دول في اتجاه واحد يبقى الضغط على البقرة اتنين شين. تمام. لو انا عرفت الشد اروح ضربه في اتنين اديك الضغط على البقرة. والعكس. لو اداك الضغط على البقرة قاسم على اتنين اديك الشد. بيحصل. في المساء. تمام. تمام كده? تعالى بقى الجزء اللي جاي ده مهم جدا. طب افرض كاف واحد بيساوي كاف اتنين.
يبقى العجله بصفر، يعني ساكنه او بسرعه منتظمه. بص بقى معايا. اه اتفضل. وفي العادي يبقى في احتمالين، اذا تساوت الكتلتان قبل بدء الحركه تظل المجموعه ساكنه. اه تاني، اذا تساوت الكتلتان قبل بدء الحركه تظل المجموعه ساكنه. مش تحر طبعا، مش احنا قلنا هناك كف واحد اكبر من كف اتنين فعملنا معضلات حركه. اه حسب منهم فرق بينهم عجل. طيب اذا تساوت المجموعه او الكتلتين بعد بدء الحركه، ايوه، المجموعه تتحرك بسرعه منتظمه. حلو قوي. بعد بقى يعني بعد ما تمشي تمشي سرعه منتظمه. افرض كتله 10 وكتله 6 وشلت بقى حاجه، ال10 شلت هتتحرك في اتجاهها والكتله السته تطلع لفوق. اه جينا بعد زمن معين اكتسب الجسم سرعه، شلنا من ال10 4، اه بقت 6 و6. ايوه. هل هتقف؟ لا لا، ده هو مكتسب بسرعه. آه. هيفضل ماشي بسرعه منتظمه. حلو اللفظ ده، يعني من بعد ما هي مشيت من الاول سكون. حلو قوي. تمام. اذا تساوت الكتلتان، ايوه، بعد بدء الحركه، أيوة، تتحرك المجموعه بسرعه منتظمه. تمام. اللي هي السرعه اللي مكتسبها الجسم قبل ما تتساوى الكتلتان. اه لكن لو ما اتحركش يبقى ساكن. اه زي ما انا اديت مثال كتله 10 وكتله 6 لازم نشيل، ال10 هتنزل وال6 تطلع. اه بعد زمن معين اكتسب سرعه. اه جيت شلت من ال10 كتله مقدارها 4، اصبح 6 و6. اه تتظل المجموعه متحركه بسرعه منتظمه، اللي هي السرعه لحظه ما شلت انت الكتله عشان تتساوي الكتلتين. تمام. اه تمام. طيب حاجه تانية. آه. المجموعه تحركت كويس وقطعنا الخيط، اي خيط في الاثنين، هيبقى في الحاله دي في جسمين. الجسم اللي هو الكبير هيفضل متحركا بسرعه ابتدائيه، السرعه لحظه قطع الخيط، ومع عجلة الجاذبية الأرضية الموجبة لأسفل. لازم يجيب السرعة دي بقى. تاني، الجسم كان متحرك. اه. اكتسب سرعة. اه. جينا قطعنا الخيط. ايوه. يبقى في سرعة في اللحظة دي. ايوه. تعتبر بداية للحركة الجديدة زي ما أنا قلت قبل كده. نهاية بداية. اتحرك الجسم، اتحرك، حدث شيء. يبقى في حركة جديدة بدايتها نهاية الحركة الأولى. فهو المجموعه متحركه كويس مكتسبه سرعه ما، تعتبر بدايه بعد مكتسبه سرعه ما، جينا قطعنا الخيط. ايوه. الكتله الكبيره تظل هابطه بسرعه ابتدائيه موجبة. السرعه لحظه قطع الخيط، وبعجة الجاذبيه الارضيه موجبه دال موجبه. طيب السرعه الكتله الثانيه مش طالعه لفوق، سلبه بقى، تتحرك بسرعه ابتدائيه، سرعه المجموعه لحظه قطع الخيط لاعلى، وبعجله الجاذبيه الارضيه التقصيريه السلبه برضه يطلع لفوق. طبعا. هتقول ازاي يطلع لفوق؟ ما هو مكتسب سرعه لاعلى. اه شوف، اي جسم متحرك هذا الشيء يبتدي بهذه السرعه في نفس الاتجاه شويه، زي ما لناش عقبال اللي يحصل. اه ما لناش طبعا. هنا الكتله الصغيره هتطلع فوق شويه لغايه ما تسكن لحظيه. أيوة. وتنزل بعجله الجاذبيه الارضيه الموجبه. تمام كده. هتلاقي كاتب انا اهو عند قطع الخيط بالنسبه للكتله الكبرى تسكت راسيا لاسفل بسرعه ابتدائيه، هي سرعه المجموعه لحظه قطع الخيط وبعجله الجاذبيه الارضيه الموجبه. ولازم الطالب يجيب السرعه لحظه قطع الخيط. اما الكتله الصغرى تتحرك الى اعلى بسرعه ابتدائيه، هي سرعه المجموعه لحظه قطع الخيط. ايوه. وبعجله الجاذبيه الارضيه التقصيريه الى ان تبلغ الى اقصى ارتفاع. اه. ثم تسقط بعجله الجاذبيه الموجبه. حلو قوي. اللي انا قلته ده هو المسائل بتاعتنا. اه. فاضل حته صغيره، المسافه الراسيه. يبقى انت كده شملت الموضوع. تمام. المسافه الراسيه. لما نيجي نشوف، ادي جسمنا اهو، ادي جسم قدام بعض في افق واحد. بعد زمن ما ده ينزل مسافه وده يطلع نفس المسافه. طب البعد الراسي مجموع المسافتين ننفي، يبقى تنفي. تمام. والعكس
لو كان البعد الرأسي مثلا 20 سنتيمتر يبقى كل واحدة واحدة تنزل 10 والتانية تطلع 10. يلعب نص المسافة. يلعبوا بحاجة زي كده. تمام كده؟ تمام. يبقى ده البعد الرأسي. ده اللي انا قلته ده هو المسائل اللي في الكتاب. اللي انا الملاحظات اللي انا قلتها كده هو يحل لك المسائل. اي مسائل مش مسائل. اي مسائل. بس اي افكار. احنا كده حضرتك اديتهم كل المفاهيم للموضوع ده. تعال نشوف بقى مسائل مسألة كده ونطبق عليه الكلام. اهو. جسمان كتلتاهما 420 و 280 جرام. كويس. تمام؟ معلقتان في طرفي خيط خفيف. يمر على بقرة ملساء مثبتة وتحركان رأسيا من السكون. اوجد يعني هيشرح لك الكلام اللي احنا عملناه. مقدار عجلة الحركة. ماشي. مقدار الشد في الخيط. الضغط على البقرة. ايوه. وبعدين واذا كانت المجموعه بدات الحركه من السكون عندما كان الجسمان في مساواه افق واحد اوجد البعد الراسي بينهما بعد واحد سنه. تمام. شامله كذا نقطه. جميل. بالراحه. ادي بكره ملساء وادي جسم بيتدلى وجسم تاني اهو اهو واحد كده والتاني كده. ده 420 يبقى 420 دال وده 280 يبقى 280 دال. جرام يبقى دال ب 980. ماشي. جرام يبقى 980. هنا هيبقى في شد في الخيط. هنا في شد في الخيط. طبعا ده اكبر من ده يبقى ده ينزل وده يطلع. عايزين بقى نجيب لهم بعد اذن حضرتك العجله بالطريقتين. معلش. هعملها دلوقتي احنا فهمنا. يعني انا حر. هعمل معضله واحد يقول لك هعمل معضله واحد. ماشي انا اعرفه ده. القوه الجسم ده في قوتين واحده اثنين دي موجبه دي سالبه. يبقى 420 في 980 اللي هي د ناقص ش بيساوي 420 ج. ادي معادله. حلو قوي. الثانيه اللي طالع دي موجب ده سالب. شين ناقص 280 في 980 بتساوي 280 جيم. اجمع. طير الشدود. يبقى 420 في 980 ناقص 280 في 980 هتساوي 0.07. خد 980 عامل مشترك يبقى 700 جيم. يبقى جيم بتساوي 980 في 0.41 على 700. هتطلع الكلام ده ب 196 سنتيمتر على الثانية تربيع. كويس. طالب تاني يقول لك طب انت تدوشتنا ليه؟ طب ما نعمل العجلة كده. اخر سطر. كاف واحد 420 ناقص كاف اثنين على 420 زائد 280. 980. الكلام ده بدال في 980 هيطلع لك العجله على طول. على طول اهو هيبقى ده 0.41 0.07 في 980 ليه. نفس الكلام اللي جنبك كده. ايوه دي زي يبقى 196 سنتيمتر على الثانية تربيع. تمام. يبقى انت جبت العجله. طيب عاوز الشد في الخيط. ماشي. بالسكر جرام. عوض بقى في اي معدل. عوض بقى في اي معدل. تعوض في المعدلتين احسن. ماشي. هي واحده او اثنين. ماشي. طب واحد يقول لي طب لو حليت بالحل ده هات معدل اي واحده فيهم. هيضطر لازم يجيب معدل حركه. يبقى عندنا هنا هيبقى مثلا من اثنين هتبقى شين 280 في 980 زائد 280 في 196. هيطلع شين. خد 280 في عامل مشترك في 98 مثلا. هيتبقى عندنا ادي 10 زائد 2 هيبقى 280 في 98 في 12. التمييز ايه؟ ضاين بقى. ضاين. طب انا عاوزه بالسكر جرام. 88
يبقى 280 في 98 في 12 على 980 هتطلع لنا ب 633 سكر جرام. تمام. يبقى دي الشدمة. افرض عاوز اجيب الضغط على البقرة. اروح ضرب ده في 2. 2 شين. لو طال. الضغط على البقرة. طيب. جه قال لك ايه؟ كانت الكتلة دول الكتلتين دول في مساوفق واحد. عاوز المسافة بينهما بعد 1 ثانية. يبقى اقدر اقول له فيه البعد الرأسي بينهما. عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. ابتدى من السكون. نص جيم ب 196 نون بواحد. يبقى 98 سنتيمتر. ضربها في 2 بقى. يبقى البعد الرأسي. ايوه. 2 × 98 يبقى 196 سنتيمتر. جميلة جميلة. وهي المسافة اللي هتنزلها دي نفس المسافة اللي هتطلع الثانية. نشوف فكرة تاني؟ ماشي يا فندم. بيقول لك ايه؟ جسمان كتلتاهما 140 وكاف. مربوطان بطرفي خيط يمر على بقرة ملساء ويتداليان رأسيا. بدت المجموعة الحركة من السكون عندما كانت جسمان في مساوئ افق واحد. وكان الضغط على البقرة ب 240 سكر جرام. اوجد كاف والمسافة الرأسية بالجسمين بعد 2 ثانية من بدء الحركة. حلو. استغل الضغط بقى. تعالى. ادي البقرة بتاعتنا الملساء. ادي الكتلة 140 يبقى 140 في دال اللي هي 980 عشان دي بالجرام. الكتلة دي كاف يبقى كاف دال. هيبقى هنا في شد هنا في شد. المسألة دي حلوة يا فندم كتفكير للطالب. مين اللي هيتحرك وكلام من ده. لازم نجيب من الضغط. تعالى هنا بقى. احنا متفقين في لما جيت شرحت. ايوه فندم. بشوف الكتله الكبيره فين ويتحرك في اتجاهها. طبعا طبعا. طب ما فيش هنا كتله كبيره. انما هو هنا مدينا ضغط بتساوي 240 سكر جرام. فانا عندي ضغط بتساوي 2 شين. يبقى 240 بتساوي 2 شين. يبقى شين 120 سكر جرام. يعني 120 في 980 ضايم. يبقى الشد. تعالى هنا بقى في الجسم اللي معلوم كتلته. ده 140 في 980. طب الشد 120 في 980. يبقى ده اكبر من ده. يعني 140 في 980 اكبر من شين. يبقى الجسم ده ينزل وده يطلع. ولازم كاف هتطلع اقل. يعني كمان كلمة كاف هتطلع اقل. لازم تطلع اقل. تمام كده؟ تمام. طيب نيجي نعمل بقى نضطر نعمل هنا معادلة الحركة. الحركة بقى المعلومة دي. أيوة. يبقى 140 في 980 ناقص شين اللي هي 120 في 980 بتساوي 140 جيم. 980 هيبقى في 20. كنت بعمل مشترك ولا زي ما انت عاوز. يبقى جيم 980 في 20 على 140 دي مع دي فيها 7 يبقى 140 سنتيمتر على الثانية تربيع. يبقى دي العجلة. تمام. طب عاوز هو يجيب ايه؟ انا بقى واحد يقول انت بتجيب العجلة ليه؟ بجيب العجلة عشان هو لسه عاوز يجيب كاف. لازم تطلع العجلة. يبقى جيب معادلة الكتلة التانية. يبقى مجهول بس كاف. تمام. يبقى شين. ناقص كاف دال بيساوي كاف في جيم. أيوة. شين ب 120 في 980. ايوه. ناقص كاف في 980 بيساوي كاف في جيم ب 140. هدي هنا 120 في 980 هتساوي كاف في 980 زائد كاف في 140. خد 140 كاف عامل مشترك هتبقى هنا 7 زائد 1 يبقى 140 كاف في 8. في 8. اختصر بقى من الناحيه الثانيه. لازم هتطلع اقل من 120. يبقى كاف 120 في 980. أيوة. على 140 في 8 هتطلع ب 105 جرام اقل من 120. لازم.
تمام تمام لو طالب راح ناطط كده قال انا هجيب كب بطريقه ثانيه. ازاي؟ تعال جيب بتساوي الكتله الكبيره 140 ناقص كاف على 140 زائد كاف في 980. وانت عندك العجله؟ انا عندي العجله ب 140 جبتها. يبقى 140 ناقص كاف على 140 زائد كاف في 980. دي مع دي فيها السبعة. يبقى 140 في 7 ناقص 7 كاف بتساوي 140 زائد كاف. واجيب كاف. رجعت نفس الحكاية. جميل. ما لازم برضه مخنا برضه ايه يشتغل شوية. هي اصلا حلوة. ليه؟ لان هو مش عارف اتجاه الحركة فين من الاول فلازم يجيب الشد عن طريق الضغط وبعدين يقارن والكلام من ده. طب عاوز اجيب البعد الراسي بعد ثانيتين يبقى لازم اجيب المسافه اللي اتحركها كل منهما ضربها في 2 يبقى فيه نص ج ن تربيع يبقى نص في 140 ن في 2 يطلع 140 سم. يبقى المسافه او البعد الراسي 82 2 في 140 280 سم. حلو. ادي بيشغل عقله فيها. جميل. تعالى بقى مسألة اختيارات. ماشي. بيقول لك ايه؟ حبل يمر على بكرة مساء. معلق من احد طرفي كتلة 76 كيلو جرام. فإن مقدار العجلة التي يتسلق بها رجل كتلته 70 كيلو جرام من الطرف الاخر. يعني دلوقتي انا عندي البكره الملساء في طرف معلق فيه كتله كويس، الطرف الثاني فيه راجل بيطلع على برضه ليه كتله على الحبل. تظل شوف ليه كتله. مقدار العجله التي يتسلق بها رجل كتلته 70 كيلو جرام ايوه الحبل من الطرف الاخر حتى تظل الكتله المعلقه من الطرف الاخر ساكنه. هل العجله طبعا سنتيمتر على ساعه تربيع على 84% ولا 84% ولا 77% ولا 77؟ ماشي. مساله طبعا كويسه جدا وسهله. بس عاوز طبعا طالب واخد باله. ادي البكره اهو في طرف في كتلة اهو 76 في دال هنا بالكيلو جرام يبقى 89. الطرف الثاني الراجل وليه وزن في راجل ليه كتلة وزن راجل اهو وزنه برضه 70 في 89 هنا شين وشين هنا شين. الراجل هنا بيطلع على الحبل ده ظلت الكتله دي ساكنه وبطلع الحبل الكتله دي ساكنه يبقى الكتله ساكنه يبقى شين 76 في 89 كده صح. نجيب بقى معادله حركه الرجل. انت جبت شين هتوديها الناحيه الثانيه بقى. جميل. ما ده شين ودي شين. معادله حركه الرجل شين الرجل ناقص. طالع شين ناقص هيبقى شين ايوه ناقص 70 في 89 بتساوي 70 جيم. شوف انت حضرتك بتعلمه ايه؟ علمته من الضغط ازاي يجيب الشد، وعلمته طريقه تاني للشد لما يكون الجسم هنا ساكن، يعني ازاي يجيب الشد برضه تاني بطريقه تانية باسلوب تاني. كويس. ما بيقول لك الراجل لما طلع الحبل ده كان ساكن دي فضلت ساكنه يعني يبقى الشد بيساوي ده هو نفس الشد بتاع الراجل. ما هو بقى الحبل واحد عشان شين اللي هي 76 في 89 ناقص 70 في 89 70 ج 9 و8 عامل مشترك في 6 هتساوي 70 ج يبقى ج 9 و8 في 6 على 70 هتطلع بكام؟ باربعة
وثمانين من مية متر على الثانية تربيع. في الاختيارات مسألة ولا هي طويلة ولا عشان يقولك التاب التابلت اللي هيشتغلوا عليه لا مش كده طويلة مش طويلة وذات فكرة بس عاوز فكرة تعال بقى الاختيارات بقى هنا احنا عاوزينها بالسنتيمتر على الثانية تربيع. طب ما 84 من 100 طب ما نختارها لا احنا عاوزينها بالسنتيمتر على الثانية تربيع يبقى ب 84 سنتيمتر على الثانية تربيع يبقى ناخد الاختيار ب يعني ما يفرحش ويجري بالناتج اللي جابه ما جاب الجواب 84 لا خلي باله دي متر انما هو عاوزها بالسنتيمتر اهي شوف الوحدة جميلة جميلة اول المسألة دي شوف مسألة تانية برضو مسائل اختيارات ماشي سريعة كده المسافة الرأسية بين جسمين مربوطين في نهايتي خيط خفيف يمر على بخمة رساء مثبتة وتدلى رأسيا هي 100 سنت ماشي أدام المسافة الرأسية 100 سنت يبقى كل جسم يتحرك كام 50 سنت يبقى أنا عندي فيه على طول. في زمن كام 2 ماشي اقدر اجيب السرعه بعد ايه بواحد سنتيمتر سهلة. يبقى كل جسم يتحرك مسافه 100 على 2 50 سنتيمتر في زمن كام في زمن 2 ثانيه عاوز يجيب السرعه يبقى السرعه هنا يبقى لازم اجيب الاول العجلة فيه نص جيم نون تربيع ده 50 نص جيم باربعة يبقى جيم بخمسة وعشرين سنتيمتر على الثانية تربيع ارجع بقى اجيب سرعة يبقى عين سواء صفر زي الجيم حاجات بسيطة بس برضو عاوز طالب واخد بالك فاهم ديناميكا فاهم الحركة كويس يبقى اول حاجة المسافة الرأسية 100 سنت يبقى كل واحدة اتحركت 50 في زمن كام 2 لازم اجيب العجلة طبعا عشان اجيب السرعة طبعا اي سرعة اي حاجة عين ابتدى من السكون جيم ب 25 نون ب 2 يبقى 50 سنتيمتر على الثانية يبقى الاختيار ب حلو شوف مسألة كمان واحدة كمان ايوه علق جسمان كتلتهما كاف و70 و700 ماشي حيث كاف اصغر من 700 خلاص انا بقى عرفنا الحركه حتى خد بالك كان ممكن ما اقولوش كاف اصغر من 700 اللي يكمل كده في طرفي خيط خفيف يمر على البخره ملساه زي المسائل احنا حلناها من شويه وتدلان راسيا بدات المجموعه الحركه من السكون وكان مقدار الضغط على محور البقره 800 طالما اداني الضغط يبقى اداني شيء اقدر اقارن تمام يبقى مش شرط ان الكف اقل من 700 طبعا ممكن نلغيها الحته دي خالص ما انت معاك الضغط يبقى عندنا شد وقارن ضاد ايوه بتساوي 2 شين كويس يبقى 800 بتساوي 2 شين يعني 400 يبقى شين بتساوي 400 سكل جرام كويس تمام هنا طبعا ادي كتلة كاف دي كاف دال ده 700 دال ده شين ده شين طبعا شين 400 يبقى لابد ان 700 اكتر في دال اكبر من 400 بدال يبقى ده نازل وده طالع حتى من غير ما يقول لك كاف اصغر من 700 مش لازم اقولها دي هجيب معدل حركه الجسم بتاع اللي هو نازل ده هيبقى 700 في 980 ناقص شين 700 في جيم 700 في 980 شين ب 400 سكر جرام 400 في 980 700 جيم خد 980 عامل مشترك بقى 300 بتساوي 700 جيم يبقى جيم 980 في 300 على 700 هتطلع العجله بكام؟ ب 200
واربعين سنتيمتر على الثانية تربيع. 240 ولا 420؟ 420. ماشي 420. ماشي. مع الصفرين مع الصفرين اهو. ماشي ماشي. وده معديه 140 في 3 ب 420. ماشي. طالب ايه هو تاني بقى؟ عاوز كاب بقى؟ اجيب معدل حركة الجسم ده. ما انت عندك. او اجيب كاب بالطريقة اللي انا قلت عليه. براحتنا. اجيب معدل الحركة ده يبقى شين ناقص كاب دال بيساوي كاب في جيم. شين اللي هي 400 في 980 ناقص كاف اللي انا عاوز في 980 كاف اللي انا عاوز أيوة. في 240 بس كده معادله في كاف اهو. دي الناحيه الثانيه كاف في 980 زائد كاف في 420. 400 في 980 خد كاف عامل مشترك 980 زائد 0.24 اقدر اجيب كاف. 400 في 980 على 0.014 هتطلع بعد كده الكلام ده ب 280 جرام. تمام. او جيب جيم اهو. واحد يقول لي طب هتعملها جيم ازاي؟ عادي يعمل معادله جيم بقى اهو. ادي جيم 700 ناقص كاف على 700 زائد كاف في 980 عندك انت جيب 420 حاجه لعندك خلاص. تمام. نلحق نشوف الاكله كمان. لسه علق جسمان كتله تاهمه كاف واحد وكاف اثنين. ننزل بس بالورقه. كاف واحد اكبر من كاف اثنين. الورقه بس. كاف واحد اكبر من كاف اثنين. كويس. عرفنا كده اتجاه الحركه. من طرفي خيط خفيف يمر على البقره صغيره ملساء وكان الجسمان على ارتفاع واحد. كويس. من سطح الارض. كويس. من بدء الحركه. وبعد واحد ثانيه كانت المسافه الراسيه بين الجسمين 20 سنتي. ادام المسافه الراسيه 20 سنتي يبقى كل واحده اتحركت كام؟ 10 سنتي. مش كده؟ اهو يبقى كل جسم كتلة كل جسم يتحرك مسافة المسافة الراسية كانت كام؟ 20 يبقى 10 20 على 10 على الاثنين في 10 على الاثنين يبقى 10 سنتيمتر. كويس. في زمن ايه؟ في زمن واحد ثانية اجيب العجلة طبعا يبقى في نص جيم نون تربيع يبقى 10 نص جيم نون بواحد تربيع ماشي. يبقى 20 سنتيمتر على الثانيه تربيع. طب عاوز اجيب كاف واحد ما اعملها على طول بدل ما اعمل معادلات حركه اقول له كده من العجله جيم قانون العجله كاف واحد أيوه. ناقص كاف اثنين على كاف واحد زائد كاف اثنين في د اللي هي كام؟ 980 جيم ب 20 كاف واحد ناقص كاف اثنين على كاف واحد زائد كاف اثنين في 900 الصفر مع الصفر ودي معديه هيبقى 49. هو عايز كاف واحد لكاف اثنين؟ النسبه. النسبه يبقى كاف واحد زائد كاف اثنين هتساوي 49 كاف واحد ايوه ناقص 49 كاف اثنين. خلي كاف واحد في طرف وكاف اثنين في طرف. هجيب دي هنا يبقى 50 كاف اثنين بتساوي 48 كاف واحد. يبقى كاف واحد على كاف اثنين 50 على 48 يعني 25 يبقى 25 على 24 دي النسبة اهو. يبقى الاختيار ب حلو. مو بقى ولا عملت معضلات الحركة ولا بتاع ما خلاص طالما عندك العجلة اعمل قانون العجلة على طول اطلع لك اي مجاهيل. في الشكل المقابل اذا بدات المجموعه الحركه من السكون وكان الضغط على محور البقره 29.4 من 10 نيوتن فان كاب بكيلو جرام تساوي ايه؟ طيب اديك الضغط
نجم البالون والضغط ضاد ايوه بتساوي 29.4 كويس يبقى 2 ش بيساوي 29.4 يبقى ش 29.4 على 2 يبقى 14.7 نيوتن. خلاص هنا بقى ايه ادي دي واحد هيبقى واحد دال وده شين اقدر اجيب من هنا الايه العجله طبعا الكتله 1 كيلو جرام صاعده ليه عشان دي شين اشوف شين 14 وعندنا كف واحد دال اللي هي كف دال اهي 1 في 9.8 يعني شين اكبر يبقى شين اكبر من كاف دال هي اللي طالعه يبقى الكتله دي طالعه ايوه كده زي ما قلنا قبل ما اشوف المسافه بتتكرر ازاي وده نازل يبقى شين ناقص دال بيساوي كف ج شين ب 14.7 دال ب 9.8 كاف دال كاف بواحد يبقى ج يبقى 9 ج هتطلع ب 4.9 متر سنتيمتر ولا لا متر على الثانيه تربيع عشان ديت بالنيوتن دي العجل طب عاوز اجيب كاف عوض اعمل معادله الحركه بتاع الكاف او اعمل جيم على طول جيم عوض عن العجل هيبقى عم. كاف ناقص واحد على كاف زائد واحد في 9.8 من 10 حط كيف جيم 4.9 ايوه كاف ناقص واحد على كاف زائد واحد في 9.8 دي مع دي فعل الاثنين ايوه يبقى كاف زائد واحد 2 كاف ناقص 2 يبقى كاف بتلاتة كيلو جرام تمام واختيارات تلاتة هناخد الفكرة التانية كده حتى بسرعة برضو عشان الوقت بس في الشكل المقابل اذا بدأت المجموعة الحركة من السكون وهبطت الكتلة 3 كيلو جرام فاصبح البعد الرأسي 1.96 دي اللي هبطت ماشي في ثانية واحدة يبقى دي هبطت 1.96 وعندي مسافة رأسية البعد الرأسي يبقى اقدر اجيب فيه اجيب فيه ومن فين اجيب العجلة تمام يبقى 2 فيه بستة وتسعة واحد يبقى فيه 9.8 كام لا 1.6 يبقى 98% متر دي في ثانية واحدة اكتب اقدر اجيب العجلة اكتب كلمة فيه ايوه تمام يبقى 98% نص جيم جيم واحد تمام يبقى جيم 1.96% متر على الثانية تربيع تمام طب هو عايز يجيب كاف اعمل جيم على طول اهو 3 ناقص كاف على 3 زائد كاف في 9.8 عوض عن العجلة العجلة ب 1.96% بتساوي 3 ناقص كاف على 3 زائد كاف في 9.8 شيل دي مع دي فعلا يبقى 1.96 على 9.8 هتساوي 3 ناقص كاف على 3 زائد كاف دي بخمس لما تختصر 10 يبقى 1 على 5 3 ناقص كاف 3 زائد كاف يبقى 3 زائد كاف 15 ناقص 5 كاف يبقى 6 كاف بتساوي 12 يبقى كاف ب 2 كيلو جرام هتلاقيها في الاختيارات سهلة 2 كيلو جرام اهي ويلعب بقانون العجلة يختصر في الوقت جميل قوي معلش عشان وقت البرنامج يا فندم احنا يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذنا الفاضل استاذ برضه استاذ مصري هنكمل بقى في برضه مسألة لسه التطبيق تاني وبعدين هنخش بقية الايه التطبيقات في الحلقة الجاية ان شاء الله بنشكر استاذنا الفاضل استاذ شعبان عبد الرازق عمر جزيل الشكر على الافكار الجميلة ويعني كده بتاخدوا حقكم في جميع الافكار بالنسبة للدرس وربنا يقويكم وبنشكر مرة حضرتك مرة تانية وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.